في مقالب مخيفة. يعني في ناس يمكن مو مهيئ. في أطفال إحنا شفناهم يعني ببساطة الطفل هذا واجهه مقلب والأب والأم يحسبون هذا كان لابس قناع ودخل على الطفل هذا، الطفل هذا أصبح يمكن لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما يتكلم من الرعب والخوف، لين بدأ يسترجع ويهضم هذا الموقف، وإن هو هذا شيء كان مقلب أو نوع من الدعابة وتحولت إلى شيء ثاني، وكالطفل هذا ما عنده استيعاب ليها. فدائما إحنا يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس على قدر عقوله، يعني بتكلم مع إنسان شوف هذا الإنسان إيش هو، يستوعب ولا ما يستوعب، ولا تبي تفجعه بعد أنت المسؤول عنه.